هلا هون هي لعبة بنتي الصغيرة، شفته ماسك السكين وانه حاطط رجله فوق جسم اللعبة وذبحها. قال لي عم بذبح مثل ما كانوا يذبحوا. يقولوا لنا الجيش العربي السوري كلاب حيوانات لازم نقص رؤوسهم ونذبحهم. كيف يفكوا وكيف يطبقون وكيف نرمي عليهم كمان. وبعد منا طلعونا على الجبهات وصرنا نقاتل شو اسمه الجيش العربي السوري.